دونك نعاود نولي راح نشوفو دوطر باليز ابري ما شفنا لي باليز بريسيدون. راني حاب يكون عندي هاد لافيشاج، نبقى توجور في الهوم، نخرج من الطابلو تاعي، نخرج من الطابلو. راني حاب يكون عندي هاد لافيشاج اكزومبل نو في لافيشاج هكذا، نو لو سوا نايلي طاهر، ياك نو لو سوا نايلي طاهر، حاب لافيشاج هذا يخرج لي فلاش تي ام ال. دونك كيفاش ندير؟ نقول له بي لو سوا نو، من بعد هنا ان دوزيام باليس بي نايلي طاهر سي فري هكا. دونك شوفوا لافيشاج كيفاش راح يجيني، نو في سطر وحده ونايلي طاهر في سطر وحده. علاه؟ باسكو كيما قلت لكم مانيش حاب نديرها هنايا ياك، باسكو في بي اش بي نخدمو هكذا. دونك كيما قلت لكم لا باليس بي بي ستيم باليس دو جروب تيتيليزي كامل لا لين وحده، سي بور سا جا نو في كام يتيليزا كامل لا لين، ابري جا نايلي طاهر في لا لين اللي جاي تحته. دونك باش نحل هذا المشكل واش لازم لي عندي اون باليز، هاد الباليز والبي لا ميم شوز في زوج دي باراغراف، لا باليز بي باراغراف، عندي لا باليز سبان، لا باليز سبان او سيستيم باراغراف. برك لا باليز سبان ماشي باليز دو جروب، لا باليز سبان ماشي باليز دو جروب. اكزومبل كي نقولو نو دو بوان سبان نايلي طاهر، اوكي. دونك كانت الرول تاع لا باليز سبان شتو نو نايلي طاهر، باسكو علاه لا بالي سبان ماشي باليز دو جروب، تستعمل تدي من الويت تاعنا على حساب الكونتوني اللي عندها، داكور، ما تيتيليزيش كامل لالين. دونك نجينا اكشتو نو جا في سطر ماغري راه داخل سبان، وزدت فتحت سبان جديد نايلي طاهر بقى في لا ميم لين. دونك نفتح ندير ايماج ندير ا آه ندير اي باليز اللي ماشي باليز دو جروب تجي معاها في لا ميم لين، داكور. دونك كانت هذه لا بالي سبان، لا بالي سبان ولا بالي سبي لا ميم شوز. دونك انا هضرنا لا ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم. نروح نشوفوا افس وخت اخرى، افس اللي كنا نشوفوها في المات في الدوال. مثال كنا نكتبوا اف لي اكس تساوي اكس مربع اكس مربع، مثال داله كثير حدود اكس مكعب زائد اكس مربع ناقص اكس زائد واحد. كيفاش نكتبوها؟ دونك كيفاش نكتبوها شوفوا معايا. دونك هنايا نفتح بي باراغراف ياك، واش نقولوا؟ نقولوا اف لي اكس تساوي اكس مربع زائد اكس مكعب زائد اكس مربع مثال زائد ستة، اوكي. هذه دالة، شتوها كيفاش جات؟ مي انا مش حاب تجي بهذا الشكل، حاب تجي الاكس يجي في الاس والزد ثلاثة يجي في الاس، زوج في الاس والاف لي اكس يجي هنا لتحت. كيفاش نكتبوها هذه في الاش تي ام ال؟ دونك شوفوا معايا، نبداو بالعقل. عندنا لاباليز سوب، سوب نستعملوا لها الاف لي اكس باش يجي من تحت، اف لي اكس شوفوا معايا كنترول اكس اف لي اكس باردون اف كلمه اف تجي هنا، وهذيك اللي تجي بين قوسين لي اكس لازم تجي لتحت. دونك باش تجي لتحت لازم تكون داخل لاباليز سوب، داكور، داخل لاباليز سوب هو اللي يعطي لها الخاصيه باش تجي من تحت. شوفوا دوك اكس فاش تجي، شفتوها اف لي اكس فاش جات اف لي اكس، داكور. دوك نروحو هنايا، عندي اكس مكعب، اكس يبقى كيما هو بصح ثلاثة اللي حابو يجي في الاس. كيفاش يجي في الاس؟ عندك لاباليز سوب، سوب معناها اس معناها ثلاثة يجي في الاس، زائد الزوج ثاني نديرو داخل لاباليز سوب هكذا يولو في الاس، الباقي يبقى كيما هو. شوفوا دوك الدالة تاعي كيفاش ولات، اف لي اكس تساوي اكس مكعب زائد اكس مربع زائد ستة. هادو باش جاو غراس على باليز سوب و سوب. دونك انا شفنا سوب واش دير، وشفنا سوب سوب واش دير، وشفنا سوب واش دير، داكور. دونك كانوا لي باليز نستعملوهم في الدوال تاع المات، داكور. نروحو نسيري باراغراف جديد، مثال اجوردوي، مثال لي لونغاج، لو لونغاج اتش تي ام ال ايتان اكزومبل ايتان لونغاج دو ستركتور، داكور، لونغاج دو ستركتور. كلمة اتش تي ام ال راني حاب نابليكي عليها خاصية، خاصية المارك، لاباليز مارك. شوفوا لاباليز مارك واش دير، اتش تي ام ال لاباليز مارك، شوفوا معايا لاباليز مارك واش دير. شوف جات شغل تسيليكسيونيها بالجون، داكور، دونك شغل تسبيسيفيها. كي تكون تقرا في الكونتوني تبان لك لاباليز، تبان لك لو كونتوني تاع الاش تي ام ال المارك، اوكي.
نفس الشيء هاللي تستعمل هكذا في كاش سيت. المارك هو وش معناها؟ اكزامبل في كاش سيت هاللي تستعمل كنترول اف مثال تكتب سيبليم، شتوها هذه هي المارك، شتو تسيليكسيون كاع كلمه سيبليم. دونك هذه هي باش تابليكي هذه الخاصيه في الاتش تي ام ال لازم تستعمل لا باليز مارك. اوكي دونك متفقين عليها هذه. نجوزو للعفسه الاخرى في الفيديو هذا، نفتح بي اوكي اون باليز بي توجور لا باليز بي اني توجور في الهوم. حاب في لا باليز بي تاعي يكون عندي ان كونتوني كبير، حاب نسيب كونتوني كبير. دونك اول نكتب هكذا نعمر كونتوني كبير كيما راني ندير هكذا كما راكم تشوفوا معايا، يعني حاب نسيي كونتوني كبير، ولا ندخل في كاش بلوغ ولا كاش سيت ودير الكونتوني كوبي كولي جيست باش نسيي. دونك نستعمل لورم. لورم هو ان غران كونتوني بار ديفو. شوف لورم نكتب كلمه لورم داكور، ابري ما نكتب كلمه لورم ندير كونترول اسباس، كونترول اسباس يجينيري لي ان كونتوني بار ديفو باش نتيستي به. شوف ان كونتوني بار ديفو داخل لاباليس بي. دونك كان هذه لورم. لورم هو ان كونتوني بار ديفو. كاين سيت في جوجل تاع لورم لي دي كونتوني بار ديفو، كاين كليو كاش سيت ويب ولا اكزومبل يكون عندنا بلوك ونحبو نعمروه بالكونتوني جيست باش نتستوه. دونك نروح نعمرو الكونتوني هذا باللورم جيست باسكو تكون بيريود دو تيست برك باش نتستو لافيشاج تاع السيت تاعنا كيفاش راح يكون. دونك كانت هذه لورم كيفاش نوتيليزو لورم. دونك الفيديو تاع اليوم خلاص هنايا، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.